لقاءات السابقة بين الفريقين الأسبقية الأفريقي، وتراجع الأرقام نتاع زميلنا عماد الكيلاني بعد لحظات انطلاق المباراة هنا في ملعب الأولمبي بيرادس. لقاء الكلاسيكو الجولة للحكم الدولي الهيثم قيراط، دولي منذ شامبي 2016، يعني لقاء رقم 7 في هذا الموسم، وأول مرة هيثم قيراط يسفر كلاسيكو بين الأفريقي ونادي الصفاقس. ست ملعب عليا فرصة هدف مذيع، هدف ضاع على الأفريقي، كرة مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس رامي الجريلي، بداية قوية. شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، وشوفوا اللمسة الأخيرة، شوفوا الإعادة من لمسة من مواجهة بين شهاب الليلي وفريقه مع الفريق. أوه خطيرة، خطيرة التسديدة، خطيرة التسديدة، كادت تتغالط الحارس لولا براعة رامي الجريدي. إبراهيم الشنيحي أمامكم، شوفوا الإعادة باليمين، سدد بقوة، ممتاز يا رامي الجريدي، المتنبي من النادي الرياضي البنزرتي، عطاء غزير لهذا الظهير الأيسر، يعوض أسامة الحدادي المحترف خارج حدود الوتر. ترجع الكرة سيمان كشوك، يوزع خطيرة، تحضير، تسديد، فرصة هدف تضيع على صابر خليفة، صابر خليفة ضيع فرصة هدف بعد ما أضاع الشنيحي وتألق رامي جريدي. صابر خليفة يضيع فرصة هدف، شوفوا الكرة، شوفوا التحضير كيفاش كان ممتاز، شوفوا التسديدة بعيدة على القائم الكرة قصيرة كيف ما لاحظتوا من سيف الدين، من فخر الدين الجزيري. ترجع فاروق بن مصطفى، فاروق بن مصطفى تقطع الكرة تعود لصالح عدد الشخص. حلوة برشا، حلوة برشا اللقطة الفنية اللي قام بها، ترجع من جديد ماهر الحناشي يسدد وترجع، فرصة خطيرة، فرصة تتواصل العملية، تتواصل العملية لصالح الأفريقي على اليسار، دفاع نادي الصفاقسي، فما فكر التوزيع أو التحضير، تتحذر الكرة، محاولة للتسديد، ترجع لأحمد خليل، أحمد خليل بحذاء سليمان كشوك، توصل له الكرة، سليمان كشوك يلعب مع ماتيو ريجيكي، حلوة العملية، فرصة خطيرة، ضاعت، 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 ضاعت على سليمان كشوك المرة هذه. قلنا لقاء كبير، ما تعرفش الهدف منين باش يجي، هذه الفرصة الثالثة اللي أتيحت الأفريقي السابحة للتهديف، تحضير من خليفة باليسار سليمان كشوك، لا تنفيذ كان مباشرة يدينا الحارس فاروق بن مصطفى، كانت كرة، كرة مقوسة من سليم النحجبي، ترجع لصالح النادي الصفاقسي في مناطق أفريقي، التوزيع وتدخل من فخر الدين الجزيري، ولا التسديدة الرأسية كانت من ولونغوي السنغالي، هي إعادة من زاوية أخرى لهذه العملية. فانيليون شوفوا الكرات القصيرة يعتمدها أبناء المدرب الأرجنتيني نيستور كلاوز، تمشي الكرة، حمزة المثوثي يحاول يبعد على سيمان كشوك، يوزع خطيرة، خطيرة العملية لصالح النادي الصفاقسي، ماهر الحناشي، ماهر الحناشي، حمزة المثوثي، والتدخل مرة أولى ومرة ثانية، ما زالت خطيرة لصالح النادي الصفاقسي، التسديد بقوة من ماهر الحناشي، والثانية من كينغ سلي سكري، شوفوا الهجوم خطير، خطير، ترجع لصالح النادي الصفاقسي، خطير العملية، كان هجوم معاكس وسريع لصالح السياسس. هاو أمامكم الخيث الإعادة، التغطية وإعلان الحكم هيثم قيراط.